مساء الخير. أعلن العلماء بالولايات المتحدة الأمريكية عن تنامي نوع من الطحالب على سواحل المحيط الهادئ قرب ولاية كاليفورنيا وصولاً إلى واشنطن شمالاً. هالطحالب عم تفرز مواد سامة للأعصاب بمستويات عالية عم بتؤدي لانتشار السموم خصوصاً بعدد من الحيوانات البحرية ومنها الأصفاد والأسماك، وأدت إلى عدد من الوفيات وإصابة مئات الأشخاص بأمراض متعددة. وانطلق فريق من العلماء لإقامة أبحاث للمحيطات والغلاف في الجو لدراسة الظاهرة الغريبة. بالعودة لطقسنا، طقس صيفي عادي مسيطر على لبنان والبحر الأبيض المتوسط، الحرارة عم بتكون معتدلة، الرطوبة عادية، البحر خفيف الموج وحرارة 126 درجة. الليلة طقسنا بلبنان رح يكون غائم جزئيا مع ظهور ضباب على المرتفعات وارتفاع محدود بدرجات الحرارة، ولبكرة طقسنا غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الساحل والمناطق الجبلية وضباب على المرتفعات. ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 22، على المرتفعات 18، بالبقاع 13 والأرز 10، وجولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجل لبكرة ببعض المناطق اللبنانية. إذا منبدأ من البحصاص 30، ننتقل من بعدها إلى الفيضية 30، رأس البياضة 30، حروف 26، والدمين 23. أما الرطوبة فبتتراوح بين 55 و 80%، حرارة سطح الماء 26 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة. الرياح عم بتكون جنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس الليلة واليومين اللي جايين؟ لليلة أدناها 23 أقصاها 31، نهار الجمعة بتتراوح بين 22 و 30، ونهار السبت بين 23 و 31 درجة. وبنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. خلينا نبدأ من عمان 31، دمشق 36، ومننتقل من بعدها إلى تونس 33، وأخيرا باريس عم بتسجل 28. وهيدا كان كل شي. باي.